جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في بعض الأحيان أمدح من قبل الناس بشيء فيه أو لا يوجد فيه، ماذا يجب علي أن أقول إذا مدح؟ وقد قرأت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول إذا مدحه أحد: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وسمعت دعاء آخر لا أعرف من قائله، وهو: اللهم حقق ما يقولون واستر ما لا يعلمون. أرجو توضيح ذلك، جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يحب أن يمدح بفعل الخير فهذا هو الرياء المذموم، وهذا يبطل العمل، الرياء يبطل العمل. إذا كان الإنسان يعمل الأعمال الصالحة من أجل مدح الناس فهذا رياء والعياذ بالله، أما إذا فعلها خالصة لله ولم يرد أن يمدح ويثنى عليه ولكن الناس أثنوا عليه ومدحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك عاجل بشرى المؤمن. إذا مدحوه من غير أن يقصد هو ذلك فهذه بشرى عاجلة، وهذه من الشهادة له من الأخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في أرضه. الحاصل أن المدار على نية الإنسان، إذا كان قصده المدح والثناء فإنه خاص ولا ثواب له في عمل، أما إذا عمل العمل الصالح لوجه الله ولم يقصد ثناء الناس ولا يحب ذلك أيضا وإنما هم قاموا بذلك فهذا عاجل بشرى المؤمن، وهي علامة خير إن شاء الله. نعم.